مذكور أحبائي الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، أي إلى يسوع المسيح، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها، وهذا أنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور ولنسلك بلياقة كما في النهار. إخوتي وأخواتي، هون بيتكلم عن السلوك بالنور وعن توبيخ الأعمال المظلمة، لأنه إحنا نلنا الفداء بيسوع المسيح، وفعلا لأنه كما يقول في أفسس: لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، أسلكوا كأولاد النور. فعلا إنه نور الخلاص الذي يخلص الإنسان، إنه نور المعرفة، إنه نور الكلمة. إخوتي وأخواتي،